النهارده وفي جلسه البرلمان استعرض محمد عبد الهادي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2016-2017. وكيل المركزي للمحاسبات قال عن ان الموازنه جرى عليها تعديلات بنحو 158 مليار جنيه زياده في المصروفات، منها 105 مليارات جنيه دون اتخاذ اجراءات تشريعيه لازمه في هذا الشان. تقرير الجهاز الرقابي قال ان ديون الحكومه المستحقه لدى الغير تجاوزت حاجز 244 مليار جنيه في 30 يونيو 2017، ودي زياده تقدر ب 17 مليار جنيه عن نهايه يونيو 2016، معظمها متاخرات للضرائب والجمارك بنحو 145 مليار جنيه، ومستحقات للقضاء والنيابه مستحقات متأخرة لوزارة المالية نحو 33 مليار جنيه تقريبا. أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة لتحصيل الديون المستحقة. على أي حال بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز، أو بالأحرى بينضم إلينا دكتور فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا ستي. أهلا وسهلا. خليني أسأل حضرتك في البداية عن ملاحظاتك عن هذه الأرقام اللي تم إعلانها. بنتكلم على يعني مصروفات زيادة 158 مليار جنيه، منها 105 دون اتخاذ إجراءات تشريعية لازمة في هذا الشأن. قبل التطرق للإجراءات اللازمة التشريعية، يعني هذا الرقم كيف تقرأه؟ الرقم ده أقرأه شيء معتاد وبيحصل كتير، لأن الموازنة شيء والحساب الختامي أو الإنجاز إيه أمر آخر. الموازنة إحنا بنعمل الموازنة زي ما حضرتك شايفة، الفروق كلها عبارة عن عدم تحصيل إيرادات تقديرية تمت عن فترة سابقة. يعني إحنا في اللي فات كان في تقديرات ضرائب بالزيادة لم تحصل، ده شيء طبيعي قد يحدث تأخير في التحصيل. إذن المصروفات اللي بتتم على قوة هذه الإيرادات التقديرية بتتم بالقروض، لأنك أنت بتنفذ مشروع كنت مقدر له إيراد والإيراد لم يتحقق. هنا بيحدث أحد أمرين، إما أنك أنت تستحس أو تسارع أو تدعو للمسارعة بتحصيل هذه الإيرادات زي ما بيحصل كتير في اللي فات يتم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها. إذا تم تحصيلها فطبعا بتسدد هذه الإيرادات وبيبقى الحساب الختامي اتسدد بأثر لاحق. إذا ما تمش تحصيلها فدي مواضيع إجرائية المجلس بيتخذ قرار باعتماد العجز اللي حصل والقروض اللي الحكومة اقترضتها لأجل سداد هذه المصروفات. طيب يعني نحن في تفضل نحن إذا موضوع إجرائي فقط إجرائي؟ طبعا إجرائي، لأن ما 105 لا يمكن أن يكون إلا موضوع إجرائي. فيما يتعلق في 105، لكن يعني فكرة 158 مليار اللي الزيادة في المصروفات، يعني بالتالي يعني هل هذا الرقم عليه أن يدفع الحكومة لإعادة النظر في أوجه الإنفاق، ومن بعدها يدفع النظر البرلمان في تقدير هذا الرقم من الموافقة عليه أو عدم؟ البرلمان ما يعني اذا ما وافقش يبقى معناها ان في هناك خطا حصل. واحنا امام مصروفات في فتره، هذه الفتره في قرار قيادي فيها من الدوله بان انك انت بتنفذ مشروعات وضروري من تنفيذ المشروعات، وان تاخير التنفيذ تكلفته أكثر من أي شيء آخر. طيب الجهة الإدارية إذا أحد أمرين، إما أنها تنفذ وفقا لتقديرات التنفيذ
واخد بال حضرتك، او تمتنع عن التنفيذ عشان ما فيش موارد. نعم. طيب. هنا امراني احلاهما مر. يعني زي ما بنقول امراني احلاهما مر. طيب، يعني اعود مع حضرتك للنقطة اللي حضرتك تحدثت عنها في البداية، مجموعة الإجراءات اللي لابد أنها تتم لتحصيل ديون المستحقة للحكومة لدى الغير. وصحيح أنه الجهاز تحدث عن أرقام الحقيقة، بيتكلم على ديون تجاوزت 240 مليار جنيه، منها عند القضاء والنيابة، منها لوزارة المالية، ومنها متأخرات للضرائب والجمارك. بالضبط، إيه ممكن تكون الإجراءات لتحصيل هذه الديون، يعني على الأقل كمان بشكل أكثر فعالية وسرعة؟ مطالبة الجهات المدينة، مطالبة الجهات المدينة بسرعة تاخد إجراءات للتحصيل، إجراءات ثورية، وده اللي بتعمله الجهات. ده أكيد تم بالظبط. واهتمام أكتر، اهتمام أكتر. الضرايب ومتأخرات الضرايب، أنت عارفة إن في إجراءات معينة للتحصيل. الإجراءات دي قد يدخل فيها القضاء، قد يكون فيها القضاء والجهات نفسها المطالبة تقول لك لا تضعف في هذه المبالغ او في تقدير المبالغ، بتروح للقضاء، القضاء بيتاخر في الفصل، ده شيء طبيعي. فاما انك انت تخش التسويه مع الجهات دي، وهذه التسويه تتنازل فيها الحكومه عن جزء والشخص يقبل هذا، او انها بتمد، واحيانا قضايا الضرائب بتمد لسنين طويله. اذا ايه الحل؟ هل يا ترى ينتظر تنفيذ المشروعات البت في هذه الإجراءات كلها وما تنفذش مشروع، وقد يكون مدرسة، وقد يكون أمور كلها حياتية بالنسبة للمواطنين، ولا تنفذ والحكومة تقترض المبلغ ولما تحصلوا يبقى تحمل المدين الفوائد زي قواعد التقضي. طيب دكتور فؤاد، اسفل المقاطعة، بس سؤال اخير سريعا لو سمحت. في ال 105 مليارات جنيه اللي تم اتخاذ، يعني اللي تم صرفهم دون اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن، كما يعني جاء على لسان وكيل المركز للمحاسبات، هل يطعن ذلك في مشروعيتهم، ولا زي حضرتك تقول هو فقط يعني قرار اجرائي وفقط؟ مسألة وقت، مسألة وقت، لأن لا يمكن واحد مختل عقليا في الحكومة يصرف مبالغ وغير مشروع. الله، طب ما صرفها. نعم. إنه مسألة إجراءات، وأنت عارفة سرعة. وضحت الفكرة. شكرا جزيلا دكتور فؤاد شاكر الخبير الاقتصادي.